دقيقة إخبارية من الأردن اليوم، أهلا بكم. أنباء عن توقيف مالك عمارة الويبدة وتحويله للتحقيق. أمانة عمان إخلاء 4 عمارات مجاورة للمبنى المنهار ونقل سكانها لأماكن آمنة. مدير الأمن فريق دولي متخصص يساند في عمليات انتشال المحاصرين تحت أنقاض عمارة الويبدة. رحلات الملكية الأردنية مستمرة عبر مطار حمد دون أي تغيير. ارتفاع إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج 89% ليصل إلى 712 مليون دينار خلال 8 أشهر. ملياران و584 مليونا الدخل السياحي للأردن في 8 أشهر. استقرار أسعار الذهب في الأردن. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الأردن.com.